كل قانون بيبقى ينفذ وبيطلع وبيشرع، لكن إثارة البلبلة التي حصلت خلال يومين اللي فاتوا بتبقى طبعا هو القانون مشرع من البرلمان اللي فات يعني مش البرلمان الحالي بشكل كامل، لكنه عشان فترة تطبيقه الناس بدأت تشعر بأهمية النظر. زي ما أنا قلت ضريبة الصفات العقارية دي كانت 5% زمان، ثم جاي برلمان من البرلمانات ونزلها 2.5%. لا تعال دلوقتي كمان احنا بنعمل عملية تانية. طب ما عملتوش ليه زي البرلمان نزل تنزله زي اللي عمل 96؟ لأن كانت 5 بقت 2.5، ما انتوا كمان يبقى اهو ونيجي بعد يا سلام عملوا نزلوا. لأنه ليه؟ لا اولا ده ناخد نفس ده محتاج ان انا اقعد فيه مع وزارة المالية. كويس قوي، تمام، دي هذه النقطة. بس ده وممكن ليه؟ ممكن لا وارد، كل شيء وارد، كل شيء وارد، كل شيء وارد. مش عايز اقفل الباب، كل شيء وارد، اصل احنا بنقول لكن هذا سبعت 2.5 96. طب ما انا النهارده 2021، لكن هذا انا حزب الاغلبيه وانا كبرلمان ما اخد الخطوه دي كمان. هذا ليس في مقترحي، انما قد يكون كل شيء وارد بعد الجلوس مع وزاره الماليه، لان في النهايه وزاره الماليه هتقول لي ماشي ننزل، لكن اعفيني من بنود كذا وكذا وكذا الذي التزمت بها الحكومه ناحيه البرلمان. فهذه الامور لا تاخذ جزافه. فكره ان تكون حزب الاغلبيه ما يجوزش او ما ينفعش ان تاخذ بطولات زائفه. فكره ان تكون حزب الاغلبيه ما ينفعش ان تنساق خلف بطولات زائفه، لانك انت ستهلك من وثق فيك، ستهلك المواطن اللي وثق فيك بمنفعه قد تكون حاليه تبسطه. احنا شفنا مشاكل كتير جدا، كان المواطن بيستمتع بها لحظيا ثم فوجئت بعد احداث معينه أن عندك نقص في كل شيء. هل احنا نحب ان احنا نتحط او نتعرض لهذه المواقف اخرى في نفس الوقت؟ عشان برضو ما يعني اكون دائما فعلا ممثل لهذا الموضوع، انا حريص على مصلحته ومصلحه ابنه ومصلحه حفيده. ما ينفعش ان احنا نهتم بوضع حالي قد يستمر لشهور عشان مبنى مستشفى هيستفاد منه 20 30 واحد 20 30 سنه عفوا من ابناء قريه معينه وابناء مدينه معينه. اقل مستشفى دلوقتي في التطوير بتكلف كام؟ انا مش عايز ارفق على الحكومه على فكره. احنا انا عايز اكون مش عايز تدلع الحكومه او تطبطب عليها، انا عايز اكون رقابي على الحكومه بشكل كامل. البرنامج الذي تعهد به الساده الوزراء واللي هم جم عرضوا فيه، وكانت هناك سجلات داخل مجلس النواب خلال مناقشه برنامج الحكومه، قيل للذي التزم ببرنامجه احسنت، ثم قيل للي ما التزمش ببرنامجه وخلي بالك هناك مشكله عند حضرتك. بكل ادب وبكل احترام، وكانت هناك نقاشات هادفه بشكل كبير بين الساده النواب بين الساده الوزراء عشان اكون رقابي بشكل كامل، وعشان الحكومه تلتزم بتنفيذ برنامجها بشكل كامل لابد على الاقل ان تكون هناك ابسط الاليات متوفره. ابسط الاليات المتوفره دي ان يكون في بنود في الموازنه قادره على تنفيذ هذا البرنامج.